نعم، إذن التحضيرات ضبطت لانطلاق الحملة الانتخابية في يومها الأول. اليوم تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بموعد 27 نوفمبر الجاري. للحديث حول الموضوع أسعد كثيرا بالترحيب بأستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الواحد الدكتور أحمد. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير، تحياتي لك ولتفرجي القناة. شكرا لك على تلبية الدعوة. الجزائريون مقبلون في 27 نوفمبر الجاري على موعد انتخابي مهم، اليوم تنطلق الحملة الانتخابية، حدثني عن هذا الحدث بداية. طبعا الحملة هي عرض المترشحين المتنافسين لبرامجهم ومشاريعهم على المواطنين لإقناعهم بالتصويت على قوائمهم والتصويت على أشخاصهم، والذين فالحملة هي كذلك برامج وأشخاص. نعم. وبالتالي فيها منافسة، ونتمنى أن تكون منافسة نزيهة شفافة غنية خصبة واقعية وطموحة. بالتالي الحملة فيها كثير من العفوية وسيكون من العنفوان، لأن الجميع يريد أن يربح رأي المواطن، أن يقنعه بالذهاب إلى المكاتب الانتخاب لانتخابه، انتخاب على قائمته وانتخاب على شخصه. وهم يعني يتنافسون بأشخاصهم وببرامجهم، فهذه الحركية وهذه الأشياء راح تغني، لأنه ستكون منافسة من حيث الطموح، من حيث رسم الأهداف، من حيث الواقعية، ما هي الآفاق التي يرسمها الانتخابات، لأنه الانتخابات هي رهان أساسي محلي يرتبط برهان قرب وجوار، موجود بروكسيميتي، فهو رهان يهم المواطن ويلامس واقعيته، لأن انشغالاته اليومية لما المواطن يرى الأمطار، وعندما يرى مشاكل التسربات والمشاكل الأمطار التي نحن أعطينا مثال. ووقع يبحث عن حلول ربما لدى ممثليه المناسبين. نعم. الواقعية، لأننا أنا كمواطن لما أرى هذه الانسدادات في المياه والبالوعات أتذكر مباشرة أين هما أعمال بلدية، أين هو رئيس بلدية، أين هما. بالتالي هذا يعطينا أنه رهان واقعي ملموس في إحساس، وبالتالي لا شك أنه هذه الانتخابات سيكون لها الزخم. أولا هي تنطلق تندمج في إطار ديناميكية سياسية جديدة، اللي هي إعادة البناء المؤسسات التي بدأت بانتخابات رئاسية ودستور وتشريعيات، والآن الذهاب إلى المحليات التي لها بعد وطني سياسي ديناميكية عامة، ولها بعد محلي يرتبط بالاهتمام المحلي وبمستوى معين الذي هو المستوى الأفضل الأهم أكثر أساسية في سواء ما هو محلي وما هو وطني، إن هناك بعدين متواجدين ولكن أفقيين وعمودين في نفس الوقت. بالنسبة إذن نحن أمام المنتخب المواطن الذي ينبغي إخراجه من نوع من الانسحاب، نوع من النظرة المترددة، لكي لا نقول النظرة السلبية. يجب إقناعه بالذهاب للانتخابات للصندوق، إقناعه هذا بأن يتقمص المترشحون البرامج، أن يحس المواطن على الأقل أن هناك مصداقية صدقية، صدق هذا أولا في ما هو إنساني، أولا لأنه فيه قرب إنساني، هنا فيها قرب إنساني وكذلك قرب واقعي، لأنه الأمر يتعلق بأمور يعيها ويعيشها المواطن وينتظر الحلول، وينتظر الحلول من الذين سيمنحهم الثقة والمسؤولية، وهي مسؤولية ثقيلة وليست نزهة، ليست تشريفا، هي عبء ثقيل، وبالتالي يجب أن يكون واعيين، وكذلك المواطن، لأن هناك ليس فقط المواطن عليه أن يكون واعي باختيار لازم إقناعه الأنسب وأيضا بالمشاركة القوية. نعم. في هذا الموضوع. نعم، لأنه رهان يحسه. صحيح. لأنه المواطن في بعض الأحيان لما تكون انتخابات وطنية قد لا يحس بالرهان مباشرة، لأنه هي قضية مفاهيم، قضية وعي، قضية رهانات. المواطن هو في رهان القرب، الجوار الذي يلمسه، وليس فقط المواطن العادي، المواطن
الاقتصادي، الشاب الذي يبحث عن العمل، الشيخ الذي يبحث على يعني أين يجد مقعدا، أين يرتاح، أين يمشي، الرياضي البسيط الذي يبحث على ملعب جواري. هي القاعدة ربما. نعم. اللي ضمن تنفيذ كل البرامج الذين يبحث على وحتى الاقتصادية. نعم. وحتى البرامج من ناحيتها السياسية بضمان المشاركة الديمقراطية التشاركية، خاصة مشاركة الشباب في كل المواعيد. نعم، المهمة الآن في المحليات معناها راح نبني المؤسسة الأساسية اللي هي المؤسسة. نعم. الديمقراطية الانتخابية التي ستتحلق فيما بعد حوكمة المجتمع المدني، يشارك فيما هو اجتماعي، ما هو أساسا تضامني نعرف، ولكن هناك البعد الاقتصادي، لأن التنمية يعني فيها جانب اقتصادي اجتماعي بيئي، ولا يمكن أن تكون تنمية مبعثرة، هي تنمية واحدة فيها أبعاد متداخلة، وبالتالي هذا هو الوعي، أنه سواء الذين يترشحون لابد أن يحملوا ليس برامج بالمعنى السياسي الكبير، ولكن مشاريع يتقمصون، يعني ان بروجي انكارني. لازم يكون المواطن يحس انه هذا الشخص يحمل مشروع لصالحه، وانه يحمل المصداقيه على الاقل. طيب. في القلب وفي فكره واضحه وواقعيه وفيها طموح لعهده 5 سنوات سنعمل شيئا معينا يقتنع المواطن. لازم نقنعوه وليس فقط ندعوه دعوه ساذجه، لازم ندعوه بوعي. جميل جدا. من الجانب التنظيمي، ما الذي حمله قانون الانتخابات في إطار تنظيم الانتخابات المحلية؟ هذا أول موعد للانتخابات المحلية في ظل قانون الانتخابات الجديد. من الناحية التنظيمية نركز طبعا على سيرورة الحملة الانتخابية التي نعيش اليوم يومها الأول. طبعا الحملة الانتخابية هي تعود للمترشحين، هم الذين يخلقون هذه الديناميكية وهذه الحيوية. القانون في الحقيقة ضبط ما قد يكون أولا جانب تنظيمي، سواء الحيز الوقت الذي هو 23 يوم، ضبط الأماكن التي يجب إشهارها ولا يجب ويمنع عليك، وهناك مجموعة ضوابط تتعلق بالتنظيم وفيها ممنوعات، وضوابط تتعلق بالتمويل، وضوابط تتعلق الضابط الأول الأساسي، لأن الأمر يتعلق بأفكار وحوار بين أشخاص وأناس، وبالتالي هذيك الحيوية وهذاك العنفوان قد يحدث أنه قد يحدث يعني انزلاقات سواء لفظية أو كلامية، أو بالتالي أول ضابط اللي نوجدوه اللي هو إنساني هو الابتعاد عن خطاب الكراهية والتمييز. هذا أول ما نجده في القانون، لأنه هذا هو الأساس. الحملة هي بالذات هي عرض للبرامج والمشاريع، وبالتالي قد يكون منافسة، وقد وهي أشخاص وإنسان بعاطفته بمصالحه باندفاعه قد يحدث أنه قد ينتج خطابا سيئا، وبالتالي هذا أول محاذير وأول ضابط. وله في الحقيقة الضوابط أخرى، أنه الجميع ينبغي أن يبتعد عن هذا الخطاب، أنه يلتزم بالتنظيم القانوني الذي ضبطته السلطة فيما يخص الإشهار، له الحق وعنده حقوق، وأنه يستفيد من التغطية يعني الإعلامية المنصفة، يعني بالنظر إلى حجم القوائم، بين القوائم يكون ليست مساواة مطلقة ولكن إنصاف بحسب ثقل، لأنه لازم نفهموا أنها ليست عملية إدارية، عملية إنسانية سياسية فيها المنافسة، وبالتالي هناك أوزان مختلفة، ولكن لا ينبغي أن نميل كل الميل، بمعنى القانون يقتضي الإنصاف يعني ليكيتي فيما يتعلق بالتغطية، بالحقوق فيما يخص الإشهار، فيما يحق الاستفادة من القاعات، من الفضاءات العمومية، وكذلك فيها موانع أنه لا تستعمل أملاك لا الخاصة ولا العامة ولا المدارس التي ولا المساجد، ولا في هذه الحملة ذات الطابع السياسي الحزبي، أنه تبقى في حيادية بالجميع المؤسسات العمومية عموما خاصة. بالتالي هذه هي المحاذير الممنوعات القانونية التي لها جزاء، أنه لا ينبغي لهم، كيف أنه هناك تأطير تنظيمي قانوني يحفظ للحملة جديتها، شفافيتها، نزاهتها، وأنه ينبغي التنافس على المشاريع ولا ينبغي أن ننصرف، وبالتالي السلطة المستقلة والإدارة عموما تهدف إلى توفير كل الشروط
المادية في إطار من الإنصاف. وهنا لابد أن نتحدث عن الجانب التمويلي أيضا، خاصة فيما يتعلق بالمترشحين الأحرار. نعم، يعني كل العملية ممكن مركزناش أنه كل عملية تمت في إطار الفصل بين المال والسياسة. بالتالي رأينا ماذا حدث، أنه حتى قبل بداية عملية الترشح صحت هناك تطهير تقريبا، يمكن القول أننا في مرحلة انتقالية من الناحية الاجتماعية، كيف نصفي القوائم، وهذا ما حدث، كيف تم تطهيرها خاصة المرتبطة بالمال الفاسد. وبالتالي المال يجب أن يكون فيه من الشفافية العمومية، لأنه الآن هي تحكمنا كلها الشفافية بما يتعلق التمويل، وبالتالي إبعاد المال على التأثير أولا في الترشيح وحتى في الحملة. وبالتالي التمويل هو مضبوط في إطار من الشفافية، طبعا خاصة الحملة الانتخابية المحلية لا تتطلب إمكانيات كما يعني الرئاسية أو التشريعية، وبالتالي على الجميع أن ينضبط في أن يمولها تمويلا يعني شفافا. نعم. المطلوب ممكن تكون بعض الإعانات بعض الأشياء، ولكن الإدارة ملتزمة بتوفير على الأقل الحد الأدنى فيما يتعلق بالقاعات بالساحات العمومية بالإشهار الذي تضبطه الإدارة يعني السلطة المستقلة التي تراقب العملية في جوانبها التقنية الإدارية بشيء من مش بشيء يعني بإنصاف في ما يتعلق إداريا الاجتماعات وحتى في التغطية خاصة السمعية البصرية التي. نعم. وبالتالي هناك ميثاق والإنصاف. نعم، هناك ميثاق الأخلاقيات ممكن. نعم. سيفعل، يعني هو في الحقيقة التزام أخلاقي ولكن هو كذلك التزام قانوني وينبغي السهر على احترامه. طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة بالتصويت التفضيلي دون مزج، كيف يتم شرح هذا ربما للمواطنين لتوعيتهم بطريقة الانتخاب خلال هذه الحالة؟ نعم، طبعا الشيء الأولي أن نحن بصدد نمط النسبي، النمط النسبي يسمح بدل نمط الأغلبية، لأنه كان عندنا نمط الأغلبية انتقلنا هذا لحاول التوسيع التمثيل لكل الفئات والحساسيات والأشخاص والفئات، ولكن الجديد هو القائمة المفتوحة، بحيث القائمة المفتوحة تسمح بالتوفيق بين المتطلب السياسي حيث يصوت شخص سياسي على قائمة أو حزب أو تيار أو مستقل، وفي نفس الوقت له أن يفاضل بين المترشح حتى في إطار القائمة، لأن التصويت يكون في قائمة واحدة. وفي القائمة له أن يختار على من يصوت أو لا يصوت. بالتالي الترتيب انتهينا منه، القائمة المغلقة رأس القائمة التي استدعت تعديل لأنها كانت تقريبا شرط من شروط الفساد الذي أدى إلى هذا العتمة، إلى هذه الضبابية، إلى ذلك الفساد الذي شوه المؤسسات. الآن النمط يسمح به لأنك تصوت على قائمة واحدة، وفي داخل قائمة واحدة كما يمكن لك تصوت على كل قائمة يمكنك إلغاء بعض الأسماء، بالتالي المواطن يعود له أن يختار القائمة والأشخاص. بالتالي هو له حريتين، وهي فعلا جيدة لأن تسمح لنا أن نخلق كتل منسجمة سياسيا، وأننا نحترم الآراء السياسية، لأن هناك تصويت سياسي، كاين تصويت مجتمعي، تصويت قرب، ولكن كاين تصويت سياسي، وكيف أننا ما ندخلوش في ذاك التناقض، بالتالي بذاك التوفيق بين المتطلب السياسي ليخلق الانسجامات الكبرى، وبين المتطلب الشخصي الذي يسمح لي أنا كمواطن أن أصوت في إطار قائمة واحدة لأنها ترتبط بتوجه لدي، ولكن أنني أصوت على من أراه كفءاً نزيهاً محباً للصالح العام، له الكفاءة، له النزاهة، له الطموح، له الواقعية، أنه المثل. بالتالي التصويت إذا قلنا تقنية أنه راح يصوت في قائمة واحدة، ولكن له أن يفضل على من يصوت على من لم يصوت، بالتالي تحترم إرادته في نوع من التوفيق، فهو لا يستطيع أن يصوت في قوائم مختلفة لأنه يكون بدون مزج، ولكن الترتيب هو الذي يخلقه، النتائج ستخلق بأشخاص
في ترتيبات الأشخاص يقررها المواطن وليست القائمة. حزب على مدار إذا ثلاثة أسابيع سيعترف مرشح والأحزاب السياسية وأصحاب القوائم المستقلة أيضا المشاركون في هذا الموعد على تنشيط هذه الحملة الانتخابية، رسالة للمواطن من أجل ربما الإصغاء الاستماع وبالتالي اختيار الأفضل. أولا شديد سيدتي رسالة للمرشحين، عليكم بإقناع المواطن. نعم. والإقناع الشخصي إنساني، لما يرى الإنسان أن هذا شخص نزيه ومحب للخير ويجب الذهاب إلى الناس واحترامهم وليس التصويت عليهم بالصور، لا بد من القرب، الزيارة، الدخول. المواطن لما يرى النزاهة والكفاءة والمصداقية المواطن سيتفاعل. هذه خطابي للمنتخبين، اذهبوا إلى المواطن. شكرا جزيلا لك أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، واحد على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا سيدتي، تحياتي. مشاهدينا أعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار والزميلة نور دحماني لتقديم مستجدات الأخبار الوطنية والدولية.